الفترة اللي جاية دي، وبقى انت بداخل في بطولة برضو مطالب ان انت تاخدها، وطالب ان يبقى شكلك كويس، فانت ازاي ان انت تلعب الماتش ده؟ اخد التليفون ده لانه مهم جدا. ده رئيس البعثة، رئيس طبعا بعثة النادي الاهلي سيادة العم فاروق. مساء الفل والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن سيد، مبروك ليك يا رب، ودايما وشك خير دايما علينا، ومبروك لكل نجوم النادي الاهلي اللي معاك يا كابتن عبد المنعم وكابتن حشيش وكابتن اسامه حسني. وشك حلو يعني، وشك حلو جامد جدا، قاعد بثقه يعني جامده قوي الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله الحمراء الجميله، الكرافات الحمراء عايز اعرف كلنا برضه كرافات حمراء. النهارده هو بيتفرج كان حاسس بايه؟ انا عايز اعرف وانت بتتفرج النهارده كنت حاسس بايه وانت بتتفرج على الماتش؟ متعودين منكم دايما كده على ان لعيبه النادي الاهلي دايما رجاله، وان دايما كله بيبقى مع بعض ايد واحده، والحمد لله ربنا يا رب يكملها بالخير في الفاينل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ان شاء الرحمن مكتوب لنا باذن الله لقاء عربي خالص باذن الله، اللي هو الاهلي والترجي ان شاء الرحمن. رغم ان الترجي النهارده كان فيه يعني هدف لصالح اول اغسطس، هدف ما فيهوش حاجه خالص، لكن في النهايه الفار هيحكم ما بيننا وما بينهم في الاخر في المباراه النهائيه بقرار من الاتحاد الافريقي، ان اللقاء النهائي ما بين الاهلي والترجي هيبقى موجود فيه يعني تقنيه الفيديو اللي هي الفار يعني. لكن خليني اقول لحضرتك على حاجه في منتهى الاهميه قبل ما اروح بالاجواء واللقاء اللي كان ما بينك وبين كابتن محمد يوسف. احنا واحنا بنتفرج حاسين باجواء فيها حب وود شديد جدا جدا ما بيننا وما بين الجانب الجزائري وتحديدا وفاق الصيف يا سياده العم. هم فعلا الحقيقه الاستقبال كان طيب جدا، وكان الحقيقه الموضوع منظم جدا، والتامين بتاع البعثه كان على مستوى حقيقه عالي جدا. انما يظل انت عارف الجمهور الكوره تملي عاشق للكوره، ويظل الجمهور الجزائري محب لفريقه، فالتشجيع طبعا والاجواء بتاعت المباراه كاجواء كانت الحقيقه كانت مجهده جدا للاعصاب، على الرغم ان دي مش اول مره ان احنا يعني نبقى موجودين في الاجواء دي. انما الحمد لله رب العالمين، كان حاضر وزير الشباب والرياضه الجزائري ووزير الثقافه ومجموعه من استاذ الوزراء، الناس الحقيقه كانت فرحات طيب، والحمد لله نعمه من عند ربنا الحمد لله. طب خليني اقول لك احساسك الشخصي من البدايه لحد النهايه، هل اتغير ولا كنت من البدايه لحد النهايه انت يعني عندك ثقه في النتيجه الاولى وعندك ثقه في المجموعه في الملعب، ولا كان في لحظات كده حسيت يعني بقلق شويه يا ستر روزين؟ لا والله، عشان حق ربنا يقال يعني طبعا الضغط العصبي ده طبيعي والقلق ده طبيعي، انما في الاخر انت عندك ثقه في رجاله النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي من وهم طالعين من الاوتيل وبنسلم على بعض لاعب لاعب، بنحط ايدينا في ايدين بعض، رجاله رجاله ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. يعني الناس الحقيقه كلها على يعني على قدر المسؤوليه، نفس القصه الحقيقه لما بتدخلوا الملعب وبتلاقي الاجواء وجمهور الاهلي. عايز اقول لك جمهور الاهلي العظيم اللي كان موجود في الاستاد، يمكن العدد ما كانش كبير بس كان صوتهم من اول دقيقه لاخر دقيقه في وسط الاعداد الكبيره من الجمهور الجزائري، قد ايه جمهور الاهلي ده عظيم حقيقي، قد ايه جمهور الاهلي ده عظيم. والناس حضرت ومن بدري وشجعت بقلبها وفضلت لحد نهايه المباراه، وبعد نهايه المباراه يعني الاحساس كان طيب جدا لجماهير النادي الاهلي، وعندنا ثقه تملي في قعدتنا، والحمد لله يمكن على الرغم من المباراه 2-1 لفريق الصيف، الا ان برضه المباراه كانت في ايدينا، يمكن التوفيق بقى وعدم التوفيق بيحصل في لحظات معينه، انما يظل النادي الاهلي قدم مباراه طيبه في ظل ظروف كانت قاسيه، عدد كبير من اللعيبه كان راجع من الاصابات من الكلام ده كله، اعتقد كل الحاجات دي لازم نقطعها في حساباتنا. طيب. الحمد لله اللعيبه ما شاء الله كلهم رجاله، بشكر الجهاز الفني كابتن محمد يوسف المجموعه في الانتقادات اللي في الدراسه، وانت مش غريب يا كابتن سيد على النادي الاهلي واداره الكوره في النادي الاهلي. النادي الاهلي الحقيقه التزام واحترام وانضباط كامل وتحمل مسؤوليه وتحمل مسؤوليه تجاه جماهيرهم وتجاه مجلس اداره وتجاه النادي. الحمد لله الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ان شاء الله كده تكون البطوله بتسعى باذن الله رب العالمين، ان شاء الله يكون النادي الاهلي من نصيب النادي الاهلي يا رب. خليني اقول لك في اوقات في التاريخ النادي الاهلي بتبقى لقطات كده وحاجات بتبين او بتبرز مواقف النادي الاهلي التاريخيه، وبتدي للنادي الاهلي من مجد لمجد، وبتدي للنادي الاهلي احترامه سواء كان على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، بتتمثل في وقفه ومسانده جماهيره، بتتمثل في قرارات يعني مجلس ادارته، بتتمثل في المسؤوليه اللي عند اللعيبه والجهاز الفني، يعني الشيء بالشيء يذكر. الحقيقه رغم ان احنا بنشيد باللعيبه طبعا وجهازهم الفني، لكن ده وقت يعني احنا ما حضرنالوش ولا حاجه، لكن طالما انت معانا خليني
احييكم بشكل كبير جدا يا فندم على المجموعه او الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه والفتره اللي جايه ان شاء الرحمن، من قرارات، من تحمل مسؤوليه رهيب جدا جدا، مش على المستوى الكره بس او نطاق الاهلي بس، على المستوى حتى كبلد يعني بشكل كامل يا استاذ العامر فاروق. الحمد لله يمكن نادي اداره النادي الاهلي الفتره اللي فاتت حياه فيه العديد من الملفات، ادار على الحياه باستمرار وبشكل طيب، ونجح في ملفات كتير جدا، ونجح في اداره العديد من المطبات اللي اتحط فيها بشكل اكثر من متميز. الحياة الكابتن محمود الخطيب نازل مجهود كتير رئيس النادي الاهلي حقيقه، نازل في ملفات كتير جدا، كان على اتصال معانا قبل البعثه وبعد المباراه وبارك لنا، وبشكر برضو الوزير اشرف صبحي الحقيقه وزير الشباب والرياضه لانه اتصل بينا وبارك لنا وبارك للجهاز الفني على المباراه، ووعد انه اي طلبات في النادي الاهلي في الفاينل ان هو سبورت للنادي الاهلي بشكل قوي، وان اي طلبات لينا هتبقى محل دراسه لجماهيرنا وللكلام ده كله. فالحمد لله رب العالمين، مبروك 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 لمجلس اداره النادي الاهلي وللجهاز الفني والعديد، مبروك لي مبروك لي كنت يا كابتن سيد في الحياه، انت متالق في قناه النادي الاهلي بشكل غير طبيعي الحقيقه، نجحت انك تعمل حاله متميزه جدا لدى جماهير النادي الاهلي كعادتك، الف مبروك ليك وبشكرك وبشكر كل. طيب انا عشان وقتك بس اخد حاجه بس كده يعني استغل حضرتك معايا كده، يعني الاسبوع ده هو اسبوع فرح بالنسبه للنادي الاهلي كلعيبه وجمهور ومجلس اداره واعضاء جمعيه عموميه بتتمثل في يعني شركه ملابس عالميه على مستوى عالي جدا جدا جدا، وانت مع الاهلي بتطلع مع الاهلي، يعني طالما انت شاركت الاهلي فيهمنا، يمكن قالت لي مره ان اللي بيشارك الاهلي دايما يعني بتشتغل معاه هو يكسب وانا اكسب، انت ما بتاخدوش عشان يعني تكسب انت بس، لازم هو كمان يكسب، فبيكسب بالتاكيد قاعده شعبيه عريضه جدا مش في مصر، في الوطن العربي والافريقي كله كمان. الموقف الثاني او الحاجه الخبر الثاني طبعا هو عقد الرعايه امبارح ب 520 مليون جنيه، فده خبر هايل جدا لكل اعضاء النادي الاهلي سواء اعضاء الجمعيه العموميه او مجلس الاداره او الجماهير المنتميه للنادي الاهلي. الموقف الثالث او الخبر الثالث هو صعود النهارده النادي الاهلي، تكمل على خير ان شاء الرحمن باذن الله، باذن الله تعالى بالتسعه باذن الله. حضرتك عايز تقول حاجه ولا المكافاه كمان؟ اتفضل. عندنا كمان يوم الخميس مجلس اداره ان شاء الله باذن الله في النادي الاهلي، هيبقى في العديد من الملفات المهمه اللي بتدرس واللي هتطلع للنور خلال الفتره الجايه، اعتقد هتبقى مجال ترحاب بشكل كبير جدا لاعضاء النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله باذن الله. باذن الله. يعني عنده العديد من الملفات بتدرس في وقت واحد بشكل متوازي الحقيقه، اكثر من 12 ملف بتدرسوا. هيبقوا نقله كبيره جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. بشكر كل زمايلي في مجلس الاداره وبشكر الكابتن محمود الخطيب الحقيقه على ادارته للمشهد بشكل متميز. بشكركم ومبسوط جدا ومش عايز اكون اطلت عنك. طب لا خلاص اخر حاجه، المكافاه كويسه ولا وحشه؟ المكافاه كويسه، تم الحقيقه التواصل مع الكابتن محمود الخطيب برضه عن طريق الاتصال، وتم الحقيقه رفع المكافاه الى 1000 دولار لكل لاعب ان شاء الله، مبروك ليهم. كم دولار؟ كم دولار بس؟ كم دولار؟ كم دولار؟ 1000 دولار ان شاء الله. 100 100 100 100 الغالي نقط بطاقيته ماشي. مش حاجه الاستوديو. احنا مش معاكم ولا مش حاجه. شكرا جزيلا وتيجوا بالسلامه بكره ان شاء الله الرحمن باذن الله، تيجوا بالسلامه. شكرا جزيلا والف الف مبروك.